استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عددا من الطلبة المصابين بأمراض السرطان والسكلر مع أولياء أمورهم بمناسبة إنهائهم المرحلة الثانوية. حققت مملكة البحرين نجاحا من خلال سياسة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك ضمن إنجازات مملكة البحرين التنموية والتعليمية. وعلى هذا الصعيد استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عدد من الطلبة المصابين بأمراض السرطان والسكلر مع أولياء أمورهم بمناسبة إنهائهم المرحلة الثانوية. لا شك أن سياسة الدمج التي تتبعها وزارة التربية والتعليم وحققت فيها نجاحا مبهرا، يأتي ضمن الدعم الكبير الذي تجده الوزارة من قيادة بلدنا العزيز يحفظه الله ويرعاها. هذه السياسة مكنت استيعاب هؤلاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التسهيلات لهم، مما مكنهم من إنجاز تعليمي كبير وهو إنهاء كل مرحلة ولله الحمد بنجاح، وأيضا مراعاة لظروفهم تقدم الوزارة كافة التسهيلات الممكنة لهم. سياسة الدمج في وزارة التربية والتعليم أصبحت علامة بارزة في مسيرتنا التعليمية. هذا العام عندنا 79 مدرسة، والعام القادم بإذن الله تعالى سوف تضاف مدرستين، وهذا سيمكننا بتقديم المزيد من الخدمات. ستستمر مسيرة التعليم إن شاء الله متطورة تراعي كافة احتياجات أبنائنا الطلبة بإذن الله تعالى. هذا الإنجاز يأتي تنفيذا لمبدأ التعليم حق للجميع بمن فيهم رعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الوزارة في دمج هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية قد حققت نجاحا باهرا بفضل توفير كافة التسهيلات اللازمة التي تراعي ظروفهم. سعيدة جدا بلقاء أولياء الأمور اليوم بترحيب كبير مثل ما عودنا سعادة وزير التربية. أبوابها دائما مفتوحة، ونداءنا ونداء أولياء الأمور كان بما يخص احتياجات مرضى السرطان لمراعاتهم في أثناء تلقيهم العلاج وما بعد، لما له أثر على حالتهم النفسية والصحية. استجابته كانت كبيرة وسريعة، وما زال اليوم نحصد ثمارها الحمد لله. اليوم نشهد أحد أيام تحدي الذي حقق فيه أبنائنا نجاح في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، الذي يحرص كل الحرص على أن يرى أبناءه أقوياء أصحاء ناجحين. لقد وضع بتوجيهاته السديدة المعادلة التي تحقق النجاح لأبنائنا. نحن نرى ونتطلع ونلمس أن لا يوجد هنالك ضعيف في عهده، في عهد سيدي صاحب الجلالة. نلمس هذه التوجيهات جلية وواضحة، أن يلقون كل الرعاية والاهتمام من سعادة وزير التربية والتعليم حينما نشهد هذا الجمع، وحرص سعادة الوزير على تهنئتهم بنفسه وتشجيعهم وشكرهم على كل الجهود الذي بذلوها. إعطاء الفرصة لجميع الأشخاص الذين يواجهون التحديات لإثبات أنفسهم يعد نجاحا بحد ذاته. والحمد لله يعني قدرت أحافظ على معدل وأثبت بفضل هاي الجهود، وأحب فأنا معدل 10.2، والحمد لله قدرت إني أثبت عليه بفضل جهود وزارة التربية والتعليم وسعادة الوزير. أحب أشكرهم وأشكر جلالة الملك. أشكر سعادة الوزير على هذه التسهيلات المقدمة لنا، وأنا جدا سعيد بتواجدي هنا، وأنا ناجي من مرض السرطان. نوى أتقدم إلى كلية المعلمين وأكون معلم ناجح. وأشكر سعادة الوزير ماجد النعيمي والتربية الخاصة، ما قصروا معانا، واشكرهم على مجهودهم اللي سووا ويانا متابعاتهم، لان الصراحه وايد ساعدونا. يعني بادره جيده من سعاده الوزير، واحنا نشكره ونشكر الوزاره ونشكر جميع اللي ساعدونا في الامور هذه. حسين علي سلمى احد الناجين من مرض السرطان. نحب أوجه شكري إلى إدارة مدرسة النعيم على جهودهم، إنه يعني وقفوا يا ولدي. وأشكر
سعادة وزير التربية على وقوفهم وجهودهم مع ولدي، وأشكر حكومة البحرين. يذكر أن وزارة التربية والتعليم تولي هذه الفئة من الطلبة اهتماما خاصا من خلال توفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم والتمتع بكافة الامتيازات أثناء دراستهم، بما يسهم في حصولهم على أفضل الخدمات التعليمية.